قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على اتفاق مبدئي من شأنه أن يحتفظ بعائدات أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها، وذلك دعما للجانب الأوكراني، ولا يزال الاتفاق المبدئي بحاجة إلى موافقة رسمية. في محاولة لمساعدة أوكرانيا على إعادة الأعمار، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على اتفاق مبدئي من شأنه أن يحتفظ احتياطيا بعائدات مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها ردا على العمليات العسكرية الروسية. ولا يزال الاتفاق المبدئي بحاجة إلى موافقة رسمية، إذ ينظر إليه على أنه خطوة أولى نحو استخدام جزء من أصول البنك المركزي الروسي البالغ 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة أوكرانيا من أجل تغطية نفقاتها، ونتيجة لاعتبارات سياسية تعد خطط المساعدات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متوقفة، كما أنه من المزمع أن يتم تحديد كيفية استخدام العائدات الروسية لاحقا، إذ لم تزل هذه المسألة غارقة في اعتبارات قانونية وعملية. في الوقت نفسه يواصل الحلفاء مناقشة ما إذا سيتم مساعدة أوكرانيا بنفس وتيرة أول عامين من الأزمة. فمن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل على أمل الموافقة على حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا على مدى 4 أعوام، في مواجهة اعتراض فردي من جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ورغم خوف الكثير من أن يؤدي استخدام المال كسلاح إلى الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي في أسواق المال العالمية، إلا أن استخدام الأصول غير المجمدة التي لم يتم استغلالها إلى الآن يعد خطوة عملية، كما جاء في مسودة لما سيخلص له الاجتماع المزمع عقده من تعهد بمواصلة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا من خلال ضخ 5 مليارات يورو إضافية في صندوق مرفق السلام الأوروبي، والذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا.